رجعنا لكم مرة ثانية ومشاهدينا، معانا اليوم الفنانة التشكيلية سامية صالح. يا هلا ومرحبا فيك اختي سامية. اهلا بيكي، شحالك؟ عساك بخير. الحمد لله بخير. سامية، حابين نعرف اكثر عن المعرض، خبرينا عن تنظيمك ومشاركتك فيه. اوكي، هو المعرض هو المفروض تحت رعاية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. دي تعتبر الدورة الثالثة لي. انا اللي كنت منظمة ثلاث دورات. جميل. المعرض اسمه اتحاد اماراتنا. مشارك فيه اكتر من فنان من جنسيات مختلفة، اماراتيين مقيمين من جميع الجنسيات. نعم. يعني نعم. فكرة المعرض ان احنا حبينا يكون يوم العيد الوطني علشان يعني نحاول نأكد فكرة الاتحاد، نعرضها بطريقة كويسة وتشاركون الفرحة أيضا. بالضبط. جميل. طيب، العنوان كان اتحاد إماراتنا بالنسبة للأعمال، الأشخاص اللي شاركوا في هذا المعرض، كيف جاتكم هاي الفكرة؟ هي الفكرة جت إن احنا حابين زي ما قلت إن نوضح فكرة الاتحاد ونحتفل بيها. فكل واحد ابتدى يعبر عن الفكرة من منظوره هو ومن وجهة نظر الناشوناليتي، الجنسيه بتاعته. نعم. فكان عندنا مثلا عراقيين، فكان في فنانه عراقيه تناولت الفكره من ناحيتها، من ناحيه التراث العراقي. نعم. كان في خط عربي. كان في فنانه مقدمه صوره للشيخ زايد الله يرحمه. بس بالخط العربي. جميل. قدمنا تراثي، قدمنا تصوير، قدمنا ديجيتال وورك. كان في اكتر من طريقه ان احنا نعرض الفكره بيها. يعني هذه الافكار اللي انتم كنتوا تقصدونها بالنسبه للعنوان اتحاد اماراتنا. بالضبط كذا. جميل. طيب، هل انت فقط اقتصر موضوعك على انك تكوني منظمه للمعرض ولا شاركتي ايضا في المعرض؟ لا، انا كنت مشاركه كمان بثلاث لوحات برضو معظمهم تراثي، وكان في لوحه الخيل عربي. نعم. بما ان يعني هنا في الامارات بيهتموا بالخيول. نعم. طيب، نشوف لوحه من لوحاتك وحابين انك انت تكلمين عنها اكثر. اوكي. نشوف اللوحه اللي وراي، هذه اللوحه. دي لوحه عن الجمال العربي. وحبيت ان العيون فيها تبقى بلو علشان يعني مش كل العرب عينيهم سودة. ملامح العراقية على طول، صح؟ بالظبط. بس العيون حبيت ان هي يبقى لونها ازرق شوية علشان احس في عرب عينيهم ملونة. يعني انت هاي رسمتنها من خيالك ولا فعلا؟ لا، دي من خيالي. من خيال. ترى اقولك احس انسانة شايفتنا هاي. زين، ليش اخترتي اللون الازرق في العيون؟ هو الازرق دايما بيدل على النقاء، الصفاء. فحبيت. نعم. يعني علشان يوضح اكتر النقاء اللي في الانثى او الصفاء الداخلي ليها. مع ان انا حطيت ورد ابيض من فوق برضو. يوضح بس شويه ملامحها فيها حده تقريبا، مش عارفه، مش قوي يعني. بس هو يعني ممكن دليل يعني على قوه. نعم. او حاجه. نعم. زي كده. جميل. كم اخذت منك هاي اللوحه تقريبا؟ اللوحه دي اخذت مني 3 ايام تقريبا، كل يوم كنت بشتغل 3 ساعات. هل تشتغل يعني اخذت منك 3 ايام لصعوبتها او على حسب وقتك انت؟ لا، على حسب وقتي انا. نعم. طيب، هل انت ترسمين؟ نشوف اللوحه الثانيه بعد. دي كانت شويه تجريدي برضو. لاحظت في صقر. نعم. بالضبط. مع أشكال دخلت الفلويد ارت مع الرسم. دايما بحب الفلويد ارت ما يبقاش بس مجرد فلويد، بحب ادخل فيه اي فيجر، اي شخصيه، اي حيوان. بحب اعمل تصميم للوحه. اخترتي اللون الذهبي، الوردي، الاصفر. بالزبط. تقريبا في الوان متنوعه في اللوحه. شو تقصدين فيها؟ هي الالوان دي بتعتبر الالوان الاساسيه في الفن عموما او في الرسم. فانا بحب دايما استخدمها لان هي بتطلع نتيجه غير اللي انت حطيتيها خالص. فدايما بحب استخدم الالوان دي عشان تديني نتيجه احسن للوحه. بس نحن شايفين لون احمر نازل من عيون الصقر، شو تقصدين؟ ولا لا، هي مجرد بس مقصودة. حركه يعني. دي حركه بس باللون. بس مجرد حركه. نعم. ونشوف ايضا اللوحه الاخيره. دي برضو الجمال العربي. بس هنا ركزت على ان كل اللي في اللوحه يبقى وشهم متغطي، بس باين فيه العيون، لان دايما العيون كل عين بتقول حاجه. يعني في عين فيها استحياء. شو تقصدين بهاي اللوحه؟
دي ان هو يعني كل واحده او كل امراه في موجوده كل واحده ليها شخصيتها وطبيعتها، بس كله بيبان في العيون، مش لازم الوش يبقى باين فيه حاجه. من عينك بنقدر نقرا، بس الخمار مبين انه شفاف بعد ايضا علشان الملامح مرت تبان عندك شوي. هالموقف مر عندك نفس هاي للحريم ولا بعد من ده كان زمان خيالك؟ كان زمان الحريم بيلبسوا نعم. الخمار الشفاف. نعم، مع طبعا التصميم. سامية، انت شو المدرسة اللي انت يعني تتقنينها اكثر، تحبينها اكثر وتميلين لها؟ هل هي تجريبي او تجريدي واقعي سريالي؟ انا بحب التجريدي والسريالي، بس مش بحب اتعمق فيهم قوي، يعني انا بحب اربط دايما واقعي مع تجريدي او سريالي. ومش بحب ان انا ابقى واقعي. شو السبب؟ جدا واقعي. اولا انا بحس ان يعني مش لازم ان اللوحه تبقى واقعيه، لاني ممكن اصورها، لو اي شط انا عايزه اعمله هصوره. فبحس ان انا احسن اضيف التاتش بتاعي، يعني بقى اللي يشوف اللوحه يقول دي ساميه هي اللي عملتها. فده دايما اللي بفكر فيه يعني. جميل جميل. شو يعني لك الفن ساميه؟ هو تقريبا كل حاجه بالنسبه لي. يعني متى بديتي تقريبا؟ بنعرف اكثر انت شخصيتك، ليش تحبين هذا الفن؟ شو الفن كبدايه يعني؟ شو اول رسمه اخترتيها؟ ليش؟ شو المدرسه اللي جذبتك في الفن؟ هو انا تقريبا بدات في الاول، يعني كنت لسه صغيره جدا، فبدات في المدرسه عادي يعني. فالتيتشر حست ان انا في موهبه متميزه، وابتديت اعمل بقى اعمال وادخل مسابقات كنت بكسب فيها. فابتديت اهتم بالموضوع اكتر، يعني كل ما تكسبي في مسابقه تحسي لا اوكي انا في حاجه لازم اعملها. بس لغايه لما وصلت لمرحله الجامعه ابتديت ان انا يعني ادرس اكتر، اتعلم اكتر، اشارك في معارض. من اكتر اللوحات اللي اهتميت بيها كانت لوحه البنت صغيره، دي اكتر اللوحات اللي خلتني بعد كده ابتدي يعني ارسم. كانت لوحه البنت صغيره عندها ابتسامه جميله كده، وبرضو انا دايما بحب اركز على العيون، العين بتقول حاجه. دي كانت بدايتي يعني. وزي ما قلت لك مش بحب يعني ان يبقى واقعي او سريالي او اويل بينت او خط عربي، بحب نعم. ادمج كله مع بعض. نعم. طيب سامية، خبرينا عن الفنانين اللي شاركوا في المعرض. زي ما قلت قبل كده شارك من جنسيات مختلفة، وشارك إماراتيين كمان. ما يحضرش أسمائهم؟ يحضر أسمائهم طبعا، هم بس 15 فأنا خايفة أنسى حد. بس مثلا ياسمين طحان من سوريا، مهرة الشمسي من الإمارات، عائشة الشمسي، حمود مصور، ما نبغى تقولين قلم عشان ما تطلع مش عايزه ازعل حد، بس نعم. يعني هم كانوا 15 فنان ومن جنسيات مختلفه يعني. طيب سامي، خبرينا انت كيف جاتك فكره انك انت تكونين منظمه لهذا المعرض ومشاركه كبدايه؟ برضو زي ما قلت انا كانت الفكره فكرتك. بالظبط. كان انا اول لما جيت هنا في الامارات كنت بحاول ان انا اعمل معرض، اشارك في معارض، فكان بالنسبه لي العين صعب جدا اني اعمل حاجه معرض. زي كده بالظبط، خصوصا انت ام وتقريبا يعني ما عندك وقت، او المعرض يباله يعني تنظيم، خاصه اذا كنت منظمه يباله وقت وجهد. بالظبط. بس هو الحمد لله يعني في تعاون، ناس كتير جدا بتدعم. يعني حتى لما عرضت الفكره في الوزاره رحبوا جدا بالموضوع وتعاونوا معايا، ويعني مش بيأثروا معايا في اي حاجه. فكانت يعني زي بدايه حلوه ليا ولناس كتير في العين. طيب خبرينا عن اللوحات اللي شاركت في المعرض، هل انعرضت للبيع ولا مجرد كانت لا هو للعرض يعني؟ كان مجرد عرض بس. بس يعني احنا كان كل اهتمامنا ان احنا نعرض ونوضح فكرة المعرض، ونظهر كمجموعة فنانين ان احنا يعني مستمرين على عمل معارض وشغل في العين. انت ما شاء الله اليوم جايه وجايبه معك بنوتك. أيوة. ويانا في الاستديو. خبرينا كيف تنظمين وقتك ساميه بين الشغل وبين البيت وبين الرسم؟ مش عارفه الصراحه. ما يخربون عليك وانت ترسمين؟ ما يشخبطون يخربون لوحاتك؟ بترسم هي كمان معايا، هي يعني ان شاء الله نستضيفها باكر وتكون رسامه. بالضبط. بتحط الكانفاس بتاعتها، انا برسم وهي بترسم عادي جدا. معايا في كل مكان يعني. خبرينا عن تنظيم وقتك كيف؟
هو انا بشتغل كمان في نفس الوقت، بعمل كورسز ارت، فبحاول دايما ان وقتي يبقى منظم بين البيت بين الكورسز بين لو في معرض او في وركشوب او في اي حاجه بنعملها في الجروب بتاعنا، بحاول ان كله يبقى منظم ومش مقصر، مش فيش حاجه مقصره على حاجه. الحمد لله جوزي متفاهم. انت يعني تقولين انك ما شاء الله تسوين كورسات للتعليم الفن والرسم، بالزبط. وين تسوين هذه الكورسات؟ في معهد في العين اسمه معهد بيت الفنون، بعمل كورساتي هناك. بس هل تشوفين الشباب حاليا مهتمين في الرسم والفن؟ في كتير، في اقبال كبير. في اقبال كويس جدا. طيب اصلا هنا في الامارات عموما الاهتمام بالفن بيكبر كل شويه، فدي حاجه كويسه قوي. لكل فنان احنا نعرف انه له بدايه وله لوحه. انت أيوة. كانت بداياتك اي لوحه؟ شو اللوحه؟ كانت بدايه انطلاقتك؟ كانت لوحه لبنت، صوره انا شفتها وحبيتها جدا. البنت كانت ابتسامتها حلوه وكان لبسها عادي جدا، فهي دي اللي حبيت ارسمها. وفعلا لما رسمتها والابتسامه كانت ظاهره فيها، نعم. مع حركه العين، يعني ناس كتير اعجبوا بيها، وكانت هي دي البدايه اللي خلتني عايزه اشتغل واعمل معارض. جميل. طيب خبرينا عن الفنانين اللي انت متاثره فيهم في الفن وتحبين تتابعين رسوماتهم. انا متاثره جدا بفنان في مصر اسمه محمد الأزهري. بحب أسلوبه جدا، هو بيشتغل بالسكين وبالبراش وشغله كله أويل. نعم. فأنا بحب شغله جدا الصراحة. زين، طريقة رسوماتك أنت تشتغلين بالألوان الزيتية؟ أنا بشتغل بكل الخامات. يعني هو أنا كده، يعني ما بستقرش على حاجة. شوية تنوعين يعني، بالظبط، شوية زيتي شوية مائي شوية رصاص، الحاجة اللي أنا حاسة أن أنا عايزة أعملها بس بعملها. شو الشيء اللي أسهل لك وأقرب لك أكثر؟ لا، أقرب لي الزيتي، الزيتي أكثر حاجة. نعم. طيب اللي عرفنا المعرض كان بمناسبة أيضا اليوم الوطني، وكذلك مزجتوا بين التراث والموروث الشعبي. بالضبط. كيف قدرتوا توافقون هالشيء؟ اللي حبينا نعمله ان احنا يعني نربط الماضي بالحاضر. نعم. يعني ما يبقاش فيه بس لوحات جديدة عن بس الانجازات. حبينا ان احنا نربط كله ببعض، يعني زي ما قولت الشيخ زايد الله يرحمه، طيب من ليس له ماضي ليس له حاضر. نعم. فدي كانت الفكرة، نبتدي من الماضي ونشتغل ان احنا نطلع بالحاضر. جميل. فكان في حاجات تراثية بين اللبس التراثي اللي اسمها المرتعشة تقريبا، المرتعشة والطاسة. نعم. في حد كان راسم بنت لابسة الحاجات دي. في فنانة مهرة الشمسي كانت رسمة الدلال والدلة والأكواب القهوة. انا مش فاكرة الكلمة اللي قالتها، علوم الرياليل، مش عارف، علوم الريايل، ايوه، في صب الفناجين. فهي دي كانت فكرتها من اللوحه، فكان الدخان بتاع اللوحه طالع على شكل الغطره والعجال بتاعه. نعم. الرجاله. كان المصور حمود كان عامل لوحات مقولات للشيخ زايد، بس كانت بالتصوير مع الفوتوشوب. شيء طيب. المراه اساس المجتمع، الاسره اساس. شيء طيب. بالظبط. سامية، كل الشكر لك وعلى المعلومات اللي قدمتيها لنا. نشكر لك انت ووجود بنتك معنا في الاستوديو. ميرسي. نتمنى لك التوفيق دائما. ميرسي قوي.